مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو الفلايك، جدا سهلة وسريعة. عنا سويس رول، وفينا كمان نحط شوكولا كيك، كمان 300 ميلي دبل كريم، ملعقة طعم سكر بودرة، ملعقة صغيرة زبدة، 60 ميلي حليب، 100 جرام شوكولا، وعنا الشوكولا الفلايك. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط سويس رول بأرض الصينية، بصفن أكيد، بحطن على جنب كمان. هلأ بنخفق الدبل كريم مع بعض. بحط السكر كمان. انتهينا من الخفق. هلا بحطهم على سويس رول. مدوا نفس المستوى اكيد. بحطهم بالفريزة حوالي ربع ساعة وبرجع بدوب الشوكولا. هلأ بدنا ندوب الشوكولا مع بعض. بحط الزبدة فوق الشوكولا. كمان الحليب. وبحطهم بالميكروويف. بس دوبت الشوكولا بهيدا الشكل، هلأ بنحطها على الكريمة. حط على رواق بهيدا الشكل عشان سخنة. بعملها بهيدي الطريقة كمان. هلا كمان برجع بحطها بالفريزة اكلها شي حوالي ربع ساعة. بس بردت الشوكولا، هلا بحط انا وياكم فليك على الوجه. بهيدا الشكل. هلا برجع بحطها بالبراد اكلها شي ساعة لتجمد منيح الشوكولا والكريمة. هيدي الحلو بعد ما طلعت من البراد، لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلو الفليك اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.